سلام البنات الغزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، وكنشكركم بزاف لدعمكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم البنات. اليوم ان شاء الله جيت نصايب معكم شرائح ديال الدجاج كنتاكي ألد، واحسن دجاج، احسن من الدجاج اللي كيتباع، مع وصفه سحريه ان شاء الله. غادي تحصلوا على دجاج مقرمش ولذيذ، غادي يعجبكم ويعجبوا وليداتكم. بسم الله، هنا كناخذوا صدر ديال الدجاج، ولا كناخذوا الطريفات ديال الدجاج كنقطعوهم على هذا الشكل هذا، ولا شرائح ديال الديك الرومي اللي بغيت تستعملوه البنات استعملوه. خديت انا هنايا الدجاج وقطعته على هذا الشكل رقيق بحال هكذا، شرائح طويله كنقطعوا بحال هكا غير بشويه حتى كنحصلوا على شرائح طويله بحال هكا، ونوليو ناخذوا الطرف الاخر حتى هو وكنقطعوه بحال هكا، نمشيو معاه غير بشويه وكنزولوا الشوائب الا كاينه هكذا شي شحيمه ولا شي عصيبه في الوسط ديال الحيمه ديال الدجاج كنزولوها، وكنمشيو معاه غير بشويه حتى كنقطعوهم بحال هكذا، نقطعوهم طريفات متوسطين وجربوها البنات غادي يعجبكم ان شاء الله، لذيذ وغزال، وكتشوفوا راسكم اش كتوجدوا، كتعرفي راسك اش وكلتي لوليداتك. وكنحيد هذوك الشحيمات اللي زولنا الدجاج كنحيدهم، وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا طرف ديال اللحم اللي عندنا، وكنوليو نوجدو التتبيله اللي غادي نتبلو بها هاد الطريفات ديال الدجاج. بالنسبه للتتبيله تناخذوا معلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء حاره، ومعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال سكينجبير مطحون، معلقه صغيره ديال الفلفل الحلوه، ومعلقه صغيره ديال الزعتر يابس، ومعلقه صغيره ديال الملحه. كنوضعوا الفلفله حمراء حاره مطحونه على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الكمون، وكنضيفوا الفلفله حمراء حلوه مطحونه، والمليحه وضعت انا معلقه صغيره ديال الملح، وممكن توضعوا الملح حسب الذوق البنات اللي بغيتوا تستعملوا. وكنضيف الزعتر يابس كنضيفوا لهاد الدجاج، ونضيفوا معلقه صغيره ديال سكينجبير مطحون على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنوليو نضيفو جوج معالق حتى لثلاثه ديال الخل ابيض ولا الحامض، عصير الحامض اللي متوفر عندكم البنات استعملوه. وضعت انا هنايا الخل الابيض، ثلاثه المعالق كبار ديال الخل الابيض، ضفتهم مع باقي العناصر، وكنخلطوا هاد الطريفات ديال الدجاج باش تدخل لهم التتبيله ويتبلوا معانا مزيان ويجيو شار بين هاد الاقامه ويجيو لذاذ. كنخلطوهم بحال هكذا، ومن بعد كنوليو نضيفوا التتبيله السحريه ولا الخلطه السحريه. كناخذوا هنايا الدقيق الابيض الفورس، كناخذوا كاس ونص ديال الدقيق الابيض، وخديت انا في الاناء الاخر الماء بارد البنات، وضفت عليه القطع ديال الثلج كيف ما كتشوفوا معايا، قطع ديال الثلج ضروري البنات يكون الماء بارد. كناخذ الدقيق الابيض وكنضيف ليه الراس المعلقه ديال الخميره الكيماويه، الخماره الحمراء الكيماويه، وكنضيف معلقه كبيره ديال النشا، دقيق النشا، وكناخذ جوج معالق كبار ديال الصلصه الحاره ولا الهريسه كيف ما تنقولوا البنات، كنضيفوها لهاد المكونات،
ومن بعد كنضيفوا المكون السحري هو كاس ديال دانون ياغورت، كناخذوا ياغورت طبيعي وكنضيفوه لهاد المكونات. هاد الياغورت كيعطي واحد اللذه واحد القرمشه لهاد الدجاج، كيجي رائع، جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. ومن بعد كنوليو نضيفو زوج معالق ولا ثلاثه كبار ديال الماء، كنضيفوها لهذا الخليط، كنخففو كيف ما كتشوفوا معايا، كنخلطو وكنشوفو الشكل واش خفاف ولا مازال، وكنضيفو غير شويه بشويه حتى كيخفاف معانا الخليط بحال هكذا، وكنستمروا وكنخلطو مزيان باش ندوجو هاد المكونات يندمجوا لينا مزيان بحال هكذا. نمشيو معاه غير بشويه حتى يتخلط. وهنا بعد ما وجدنا التتبيله السحريه كناخذوا الطريفات ديال الدجاج وكنوضعوهم في هاد التتبيله السحريه، كنوضعوهم مزيان في الوجه الاول وكنقلبوهم على الوجه الاخر حتى كيشدوا التتبيله ولا الوصفه السحريه. ومن بعد كنوضعوهم في الماء اللي فيه القطع ديال الثلج، ماء بارد، كنوضعوهم وكنرفعوهم. ومن بعد كنوضعوهم في الدقيق الابيض، دقيق الفورس الابيض، كنوضعوهم حتى كيتغلفوا لينا بالدقيق على هذا الشكل هذا بحال هكذا، وكنحاولوا نزولوا منها الفائض ديال الدقيق اللي كيبقى على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنوضعوها في حمام ديال الزيت وكنستمروا على هذا الشكل هذا حتى كنوضعوا الطريفات كاملين ديال الدجاج بهذه الطريقه هذه بحال هكذا غير بشويه البنات، وكنمشيو مع الشكل هذا حتى كنكملوا الطريفات كاملين اللي عندنا. بعد ما كيتقلاو الطريفات كنوليو نقلبوهم على الوجه الاخر وكنوضعوهم في ورق المطبخ حتى كيشربوا الفائض ديال الزيت. ومن بعد كنوجدوا الصلصه المرافقه لهاد الطريفات ديال الدجاج، كناخذوا جوج معالق ديال المايونيز كبار اللي وجدنا في البيت، كنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال البزار. ومن بعد كنوليو نضيفوا معلقه كبيره ديال الصلصه الحاره على هذا الشكل هذا، ومعلقه كبيره ديال الموطارد ولا الخردل كنضيفوها لهاد المكونات. ومن بعد كنضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع رقيق على هذا الشكل هذا، وكنخلطوها مزيان، كتجي صلصه لذيذه ورائعه، جربوها غتعجبكم البنات ان شاء الله. وكنخلطوها مزيان وكنرافقوا بها هاد الدجاج ولا هاد الطريفات ديال الدجاج، وهذا هو الشكل النهائي. وتبارك الله عليكم البنات، وكنشكركم بزاف لدعمكم، والله يحفظكم وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.